تم اليوم اللقاء مع السيد الرئيس اللجنة الخاصة بالنسبة للبرنامج التنموي الجديد كهيئة ديال الحركة الديمقراطية الاجتماعية بطبيعة الحال، وكان هناك تبادل آراء وكان واحد أجواء ديال الصراحة وديال يعني التعبير على كل ما كيعرفوا المغرب. أعطينا بعض يعني النقاط اللي كانت نعتبروها في الحزب أساسية، وقلنا للسيد الرئيس على أنه في يعني في أي سياسة أو أي برنامج إلا ما كانش العنصر البشري هو صوب الموضوع ما يمكنش يكون نجاح لهذا العمل اللي يمكن تقوم به هذه اللجنة. وبطبيعة الحال ملي كنهضروا على العنصر البشري كان جرنا أننا نهضروا كذلك على المنظومة ديال التربية وديال التعليم، وبطبيعة الحال هاد التربية والتعليم خصنا واحد تصور اللي يكون على المدى البعيد وما يكونش كل حكومة تجيب وزير يكون كيعطي يعني برامج ديالو. خنا بغينا واحد التصور اللي يكون عنده أهداف مسطرة وعلى مدى متوسط باش يمكن لنا البرنامج يوصل الأهداف ديالو. بطبيعة الحال هاد الشيء كيطلب كذلك واحد الإطار اللي يكون كيمكن له يبلور هاد السياسات، هو أن الأحزاب السياسية والديمقراطية تمشي في المسار اللي الصحيح وتمشي اللي هو أهم. السياسة والديمقراطية كتمول وكتبغي على أن الأحزاب يكونوا في المستوى، وعلى أن الخطاب السياسي كذلك اللي كيتروج يكون كذلك في مستوى التطلعات وفي يعني مناقشة أفكار وبرامج، ماشي في تبادل التهام وفي خطابات اللي ما كت يعني تليقش بالمواطن المغربي. وبطبيعة الحال من هذا كله أكدنا السيد الرئيس على أن إلا بغينا ننجحوا في بسط هذه السياسات هذو خصنا جهوية متقدمة اللي تكون في المستوى واللي يمكن لها تعطيها الإمكانيات واللي يمكن لها تكون كتلعب هذا الدور ديال أنها تفتح آفاق جديدة بالنسبة للشباب وبالنسبة للمرأة وبالنسبة للسياسات العمومية اللي كتنجها بلادنا. هذا هو الأهم يعني المحاور اللي مرت اليوم في هذا اللقاء هذا.